الدراسة اللي وضعناها السنة هي بتصب حول التغيير المطلوب للاستراتيجيات الوطنية للمرونة للأجيال القادمة. شو مفهوم الاستراتيجيات الوطنية للمرونة؟ هي التحضيرات المطلوبة والتخطيط والجاهزية والاستكشاف والردع والتعليم من المستخلص التجارب حول أي كارثة طبيعية أو بشرية تحدث في العالم. وجدنا انه في يعني مبادرات عديده بين القطاع العام والقطاع الخاص بهالمجال بشكل رجعي رياكتيف. المطلوب يكون في يعني استشراف لهالموضوع، وضع يعني التخطيط المطلوب، وضع الجاهزيه المطلوبه من تكنولوجيا، من مراحل تطبيق، من كوادر بشريه. وهالاستراتيجيه بتضم المحاور الرئيسيه للنجاح، من قيادة رشيدة، من تمويل مطلوب، ومن الكوادر البشرية المطلوبة. في شيء اسمه coping capacity، بس يصير في حدث لازم يكون في كوادر بشرية ملمة بهالموضوع تتعالج الحدث. المحور الثاني هو التحالفات والتنسيق فيما بين الدول. التجارب الواقعية تعطيك المعلومة الأفضل بطريقة واحد بيفهمها أكثر وأسرع. من هالمنطلق التقرير يعني حوالي 60 صفحة شامل بهالمجال، وإن شاء الله بيكون بخدمة كل الدول بالمنطقة وبالعالم تيوضعوا هالاستراتيجيات الوطنية الشاملة. دكتور، كونك خبير في أمور الرقمنة والذكاء الاصطناعي، هناك تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي في هذه القمة، فحدثنا قليلا عن هذا الموضوع. كان عندنا مداخلة إضافية بموضوع التعايش بين الذكاء الاصطناعي والإنسان. في خوف انه الذكاء الاصطناعي رح يحل محل الانسان ويلغي وظائف عديده. هالخوف جزء منه صحيح، بس مش بهالدرجه الهائله من الخوف. الذكاء الاصطناعي هو منتج بيقدر الانسان يستخدمه تزيد الانتاجيه. في الذكاء الاصطناعي يقوم بتطبيق خدمات تلقائيه من دون اي تدخل بشري. وهذه الخدمات هي خدمات يعني روتينية. الفائدة من الذكاء الاصطناعي الأكثر يعني تأثيراً في الاقتصاديات العالمية هو الإنتاجية. من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي هناك في سبل إنتاجية أفضل بوقت أقل بخدمات أكثر. من هالمنطلق الحكومات فيها تستخلص يعني مردود فوري أسرع، والقطاع الخاص فيكون شريك بناء بهالموضوع. الإنسان لازم يتخصص ليكون يقدر يتعايش مع الذكاء الاصطناعي. حتى التخصص بيشمل يكون عنده قدرة تحليلية بناءة، يقدر يستخلص من الكم الهائل من البيانات اللي الذكاء الاصطناعي بيعطيها، يستخلص المقترحات الاستراتيجية ويبني على أساسها قرارات وطنية. هذا المطلوب اليوم بهالمجال.